هلا من زمان انا وصغير يعني خلقت بجو عائله رياضيه، بيي كان يلعب، خيي، رفقاتي بالمنطقه، يعني كلها جو رياضي. فيعني اهلا شيء يكون بهالدومين وخصوصي فوتبول لانه بيي كان يلعب مع تضامن بيروت بالفوتبول. سيسي هذا الموسم خلصت كافضل هداف، كيف قدرت توصل لتعمل افضل هداف هذا الموسم؟ هلا اكيد الشكر الكبير لزملائي وللكوتش وللاسيستنت وللاداره، اهم شيء انه هن يعني لو ما هن ما بوصل لهون، وانا مش همي انه هداف او شيء، بس اهم شيء انه نربح البطوله وان شاء الله هسي. من اول الموسم شفنا هيك تجانس كثير حلو انت وكريم بوزيد، خبرنا عنه هذا الموضوع. ايام المنتخب كنت انا وياه يعني نفس الاوضه، وعلى صعيد الشخصي كمان برات الفوتبول انا وياه على طول سوا بنظهر بنيجي يعني، وثائبت كمان اجى على نفس التيم فكرمال هيك. سيسي كيف بتلاقي دعم الاداره لك ان كان بالفريق او بقلب البنك؟ هلا اهم شيء انه هون بلبنان انت بتعرف لعيب ما في دوري احتراف، يعني من هالناحيه بنك بيروت مأمن لك وظيفه لبعدين، اللي صار ما صار معك انت مأمن بشغلك لبعدين، ووظيفه بنك يعني شيء كثير منيح. وعلى صعيد ثاني انه كمعامله بيعملوك كاحترافيه، بيريحوك بيعطوك اللي بدك اياه وكل شيء منيح.